بناتي وأبنائي الدارسين في برنامج نظم المعلومات الجغرافية بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بكم. بنبدأ مع بعض النهاردة المحاضرة الأولى من مقرر مادة الجغرافيا السياحية أو جغرافيا السياحة، وإن شاء الله النهاردة بنبدأ حديثنا في الفصل الأول الذي يعد هو القواعد الأساسية والمفاهيم الأساسية الخاصة بالمادة، حتى يتسنى لكل دارس ودارسة أن يتابع معنا فيما بعد المحاضرات القادمة بفهم لكل المصطلحات والمفاهيم التي تستخدم ضمن هذه المادة أو هذا المقرر. بداية، عندما نتحدث عن السياحة كنشاط لابد أن نذكر أنه لا يمكن لدارس الجغرافيا السياحية أن ينفصل وينعزل عن دراسة السياحة بشكل عام كنشاط، وبالتالي لابد لدارس الجغرافيا السياحية أن يعي ويفهم النشاط السياحي بشكل كامل وبشكل متكامل كفرع أو كنشاط كثير من التخصصات لها دور ولها نشاط علمي وبحثي في هذا المجال. بداية بنقول أصبحت السياحة في العصر المعاصر من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم، وده واضح للجميع، حيث أن السياحة اليوم بتمثل مصدر رئيسي لكثير من دول العالم، وده هنشوفه كمان بعد شوية لما نبتدي نعرض لبعض الأرقام. كمان السياحة قديما كانت نشاط نقدر نقول استثنائي، يعني لابد أن الشخص ياخد فترة أجازة معينة ويقوم يذهب إلى دول ما للتعرف على عاداتها تقاليدها للآثار إلى آخره، لكن الوقت في ظل العولمة وفي ظل ما يعرف بالجلوباليزيشن أصبحت السياحة جزء لا يتجزأ من الحياة المعاصرة زي ما احنا شايفين. الحقيقة كمان لما بنتكلم عن دوافع السفر في السياحة، وده هناخده برضو كجزء تفصيلي من خلال الفصل الأول، لابد أن نعرف أن السياحة نشاط ينبع من عدة دوافع، هناك دوافع كثيرة تدفع السائح للقيام بالنشاط السياحي، فقد يكون دافعه الحصول على الترفيه أو التعليم أو زيارة الأماكن المقدسة، كلها دوافع، وهذه الدوافع الحقيقة تتحكم في القرار الذي يتخذه السائح، وكمان مش بس القرار، كمان قراره بتحديد الوقت اللي هيبدأ فيه رحلته، وكمان المكان الذي سيتوجه إليه، وهو ما نسميه في السياحة عموما أو في جغرافية السياحة بشكل خاص المقصد السياحي. يبقى بنبدأ برضو احنا ماشيين نتعرف على بعض المفاهيم علشان فيما بعد عندما يعني نتدخل أكتر في المقرر يبقى هذه المصطلحات واضحة. فعادة المنطقة التي تستقبل السائحين بنطلق عليها اسم المقصد السياحي أو ديستنيشن. السياحة عرفها العالم بمفهومها الحديث تاريخيا بعد الحرب العالمية الثانية، وده كان سبب الرئيسي التطور الكبير اللي شهدته وسائل النقل والمواصلات في العالم وبشكل خاص طبعا مرورا بالنقل البري، وعلى رأسه في فترات تاريخية سابقة النقل بالسكك الحديدية، ثم بعد ذلك ظهور طبعا النقل الجوي كفاعل أو كلاعب رئيسي في زيادة حجم السياحة العالمية والوصول إلى مناطق سياحية لم تكن مطروقة من قبل بسبب بعدها أو تطرفها أو تطرف موقعها بشكل عام. لكن على الرغم من ان السياحة نشاط مهم ونشاط اقتصادي هام، وهنشوف ازاي ان هو بيوفر فرص عمل كبيرة، هو من اكبر الانشطة التي توفر فرص العمل، الا ان هذا النشاط يوصف بانه نشاط حساس، ونقصد بهذه الحساسية اكتر من شيء. اول حاجة هو نشاط يتأثر كثيرا بالظروف الداخلية لاي دولة من دول الاستقبال، والواقع كمان انه يتأثر بالظروف الداخلية بدول الارسال نفسها. يعني على سبيل المثال مصر في فترة من الفترات كانت السياحة الليبية تمثل مصدرا رئيسيا للسياحة المصرية، لكن ليبيا كدولة ارسال واحنا مصر كدولة استقبال بنجد انه دولة الارسال في فترة ما او سابقة في فترة بداية سوء العلاقة بين ليبيا والمجتمع الدولي عندما يعني فرض عليها حظرا اقتصاديا بدأت تتراجع حركة السياحة الليبية إلى مصر، ثم في الوقت الحالي
بسبب عدم استقرار ظروف ليبيا، تأثرت جدا حركة السياحة الليبية القادمة المصرية. إذن لابد أن نعي ونفهم أن حساسية النشاط السياحي ليست فقط مرتبطة بدولة الاستقبال، ولكن أيضا مرتبطة بدولة الإرسال. كمان لابد أن نفهم أنه لا يعني وجود قلاقل في بعض الدول سواء كانت دولة استقبال أو دولة إرسال ده معناه أنه نمو السياحة الدولية سيتأثر. الواقع أن الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال أثبتت أنه قد تتغير اتجاهات السياحة الدولية، بمعنى إذا كان اتجاه معين قوي لمصر مثلا في فترة من الفترات أو للشرق الأوسط كان قويا، لكن يحدث بعض الظروف السياسية أو الظروف الداخلية في بعض دول الاستقبال، هذا لا يعني أن يتوقف نمو السياحة العالمية بل تتغير اتجاهاته. فمثلا نجد دولة زي تركيا يزيد عدد السائحين الروس اللي بيروحوها نتيجة لظروف معينة في مصر، أو تونس مثلا كان يأتيها سائحين من دول مختلفة، عندما تحدث ظروف في تونس تعوق استقبال السائحين لا تتوقف حركة السياحة الدولية أو يقل نموها، وإنما يتغير اتجاه أو وجهة السائحين من تونس إلى دول أخرى بديلة. وبالتالي نقول لا تتأثر، دي قاعدة مهمة، لا تتأثر معدلات نمو السياحة الدولية ولكن تتأثر اتجاهاتها نظرا للظروف اللي أنا ذكرتها. في الفصل الأول بنتناول أو هو بعنوان الأسس والمفاهيم، بنبدأ حديثنا فيه بتساؤل: لماذا أصبحت صناعة السياحة صناعة هامة في الوقت الحاضر؟ هناك العديد والعديد من الأسباب التي جعلت من السياحة صناعة وصناعة هامة، وفكرة الصناعة دي هنتداولها فيما بعد عندما نتحدث عن التعريفات الخاصة بالسياحة كنشاط أو كظاهرة. لكن لابد أن نعرف أولا ما هي أهم الأسباب التي زادت من أهمية السياحة في الوقت الحاضر. أولهم طبعا زي ما ذكرت منذ قليل بالتطور الكبير والمستمر في وسائل النقل والمواصلات، تقدم التكنولوجي وما نتج عنه من ثورة معلومات وثورة زي ما بنشوف الميديا بشكل عام تطورت بشكل كبير. السوشيال ميديا أيضا بتلعب دور كبير حاليا في التعريف بالمقاصد السياحية، وأيضا تؤثر في التسويق السياحي بشكل أو بآخر. كمان حدث تغير كبير في بعض الدول في مستوى الدخل وفي أوقات الفراغ، يعني وده دول عاملين مهمين ومتطلبين هامين جدا لزيادة حجم الحركة السياحية. هم دول، ولابد للسائح أن يكون لديه وقت فراغ يستطيع فيه أن يقوم برحلة سياحية وأن يكون لديه من المال ما يمكنه من القيام بذلك. فتغير مستوى الدخل من ناحية وزيادة وقت الفراغ والأجازات المدفوعة الأجر من ناحية أخرى أدت إلى زيادة حجم السياحة العالمية وزيادة قيمة السياحة في الفترة المعاصرة. أيضا هناك ارتباط وعلاقة قوية جدا بين مستوى التعليم والوعي السياحي، فكلما زاد تعليم الشخص أو الفرد في دولة ما كلما زادت رغبته في القيام برحلات سياحية. فقد نجد بعض الأفراد لديهم قدرة مالية ولكن لا، مع انخفاض مستوى التعليم لديهم قد لا يملك الوعي الكافي بأهمية الانتقال إلى دولة أخرى أو لمسألة السياحة بشكل عام. وبالتالي كل ما ذكر سابقا كان له أثر شديد وكبير في تقدم الوعي السياحي بين الأفراد، حتى أصبحت السياحة حركة ضخمة جدا على مستوى العالم لا يمكن الاستهانة بها. وده يمكن من الأسباب اللي بتجعلنا كأكاديميين وباحثين في هذا الحقل أو في هذا المجال نلفت نظر دايما القيادات التنفيذية وأصحاب القرار إلى أهمية زيادة الاهتمام ليس فقط بالتنشيط السياحي وإنما أيضا بالدراسات السياحية الأكاديمية التي تفتح الأفاق إلى تخطيط مهم جدا لأي دولة من الدول في زيادة حجم السياحة إليها، وعلى أن يكون ذلك بشكل منظم وبشكل أكاديمي وبشكل علمي. بننتقل إلى إلقاء نظرة على السياحة زي ما احنا ما زلنا نتحدث عن السياحة اليوم أو السياحة المعاصرة، فبنجد أنها موردا اقتصاديا هاما لكثير من الدول، هي وسيلة من الوسائل الهامة لتنمية العلاقات بين الدول، وأيضا هي وسيلة هامة من الوسائل التي تدعم السلام العالمي وتقوي روابط الصداقة بين الشعوب، تزيد من التنمية الثقافية بشكل عام وتفتح المجالات للعمل للمجالات المتعددة للعمل. وهأتوقف ثواني عند هذه النقطة
ويعرف عن السياحة أنها نشاط يحتوي العمالة بكل درجاتها، بمعنى العمالة المدربة بشكل قوي جدا ذات المستوى المرتفع، لها مواقع يمكن أن تشغلها أو وظائف يمكن أن تشغلها في السياحة، مرورا بالعمالة متوسطة التأهيل وانتهاءا بالعمالة الغير مدربة أصلا. يعني هناك أعمال يمكن الأعمال البسيطة زي أعمال التنظيف وإلى آخره، أعمال الحدائق وحاجات بهذا المعنى داخل الفنادق، المناطق الخضراء داخل الفنادق والقرى السياحية، كل هناك، يعني أقصد أن أقول أن هناك وظائف يمكن أن تستوعبها السياحة وتكون لا تتطلب كفاءات عالية أو تأهيل عالي جدا. من المميزات الشديدة أيضا للنشاط السياحة أنها مجال يستوعب أعداد ليست بقليلة من بالنسبة للنساء، وده يمكن العالم كله بيتجه حاليا لإفساح الطريق للمرأة وللعنصر النسائي بأن يشغل مناصب وأن يكون له دورا فعلا، خاصة في الدول النامية والدول التي لازالت لا تعطي الفرصة كاملة للمرأة في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وفي الأعمال. بنقول هل السياحة بس هي نشاط مهم للدول المتقدمة؟ لا، الحقيقة لو نظرنا نظرة إلى السياحة في الدول النامية بنجد في خصوصية ما تخص الدول النامية. إذا كان هناك من الدول النامية التي تخلفت كثيرا عن ركب التقدم الصناعي الكبير الذي يشهده العالم، وإذا كانت ليست من الدول القوية في مجال الزراعة والدول التي لا زالت لا تقدر على يعني تحقيق إنتاجا زراعيا يكفي لاستهلاك شعوبها، فبنجد في مثل هذه الدول أن السياحة هي طوق النجاة للاقتصاد في هذه الدول النامية، لأن السياحة نشاط يستطيع جلب المزيد من العملات الصعبة، يستطيع توفير المزيد والمزيد من العملة الصعبة، له قدرة قوية جدا بما نسميه بالأثر المضاعف في الاقتصاد، بمعنى أن أي دولار أو أي عملة جنيه أو دولار أو أي عملة بتنفق داخل القطاع السياحي يستفيد منها عدد كبير من الأشخاص فيما نسميه بالأثر المضاعف للإنفاق السياحي. مصر على سبيل المثال من الدول التي خاضت تجارب كثيرة في مجال التنمية السياحية، والواقع كتب لكثير منها أو لبعضها النجاح، ولا زالت مصر من الدول التي تحاول أن تأخذ مكانها المناسب في على خريطة السياحة الدولية. فليس أحب أضيف جزء بسيط هنا، أنه إذا تحدثنا عن أن حركة السياحة انخفضت لأسباب خاصة بالثورات والأحوال السياسية في مصر في فترة ما، إلا أننا كباحثين وأكاديميين كنا ننظر دائما إلى حجم السياحة التي تأتي إلى مصر حتى ما قبل 2011 و2010، كنا ننظر إلى أنها رغم أن البعض كان يقول أنه 15 أو 14 مليون سائح يأتون إلى مصر، عدد كويس، إلا أننا كأكاديميين وباحثين بنجد أن هذا العدد لا يليق بمكانة مصر ولا يليق بإمكانياتها ومقوماتها السياحية الكبيرة. ننتقل بعد كده لنلقي الضوء على العلاقة بين السياحة والجغرافيا، أو إذا حاولنا أن نصيغ العنوان بطريقة أخرى، لماذا تدرس أو لماذا يدرس الجغرافيون النشاط السياحي أو السياحة؟ الحقيقة السياحة نشاط تهتم به كثير من المجالات ومن التخصصات، عدد كبير جدا من فروع العلم تهتم بالسياحة كظاهرة وكنشاط. من بين هذه التخصصات الجغرافيا، والجغرافي يعتبر من أهم الباحثين الذين يمكن لهم أن يعني يضيفون الكثير من الأبحاث المهمة في نشاط السياحة، والسبب ببساطة أن الجغرافيا هي دراسة سطح الأرض في أبسط تعريفاتها، هي دراسة سطح الأرض وما عليه من ظاهرة. تهتم أيضا الجغرافيا بالحركة، فنجد أن الهجرات بأنواعها سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية تهتم بدراستها السياحة، وبما أن تهتم بدراسات الجغرافيا، وبما أن السياحة هي نشاط بالأساس قائم على الحركة من مكان إقامة دائم إلى منطقة سياحية أخرى، وكما نعرفها هي حركة دائرية، يعني يبدأ الشخص من نقطة وهي مكان إقامته الدائم اللي يقوم برحلة دائرية تنتهي عند مكان بدايتها وهو مكان إقامته الدائم أو المعتاد.
تحدثنا أيضا عن الأهمية المعاصرة في مقدمة المحاضرة، وبنؤكد أن أهم ما أعطى للسياحة أهمية في الفترة المعاصرة ذلك الحجم الضخم الذي يتحرك سنويا، والذي بدأ ب25 مليون سائح خرجوا بره حدود أو عبر حدود دولهم إلى دول أخرى ومقاصد سياحية، كان عددهم حوالي 25 مليون بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تضاعف أكثر من مرة العدد ليزيد على البليون سائح، أو حاليا ممكن نقول مليار 1.2 بليون سائح يخرجون ثانويا من يعبرون ثانويا حدود بلادهم إلى مناطق سياحية أخرى. كمان نقدر نضيف للسائحين الدوليين دول السائحين المحليين الذين في بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على سبيل المثال، بنجد أحيانا السياحة الداخلية قد يتعدى حجم السياحة الخارجة من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وده طبعا نتيجة زيادة مساحة أو المساحة الكبيرة التي تتملكها أو تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الحركة المحلية أو الدولية ينتج عنها كثير من الآثار، سواء كانت آثار اجتماعية أو آثارا اقتصادية أو آثارا بيئية أو آثارا العديد من الآثار التي تنتج عن هذه الحركة. ثانيا، من الأسباب التي أدت أيضا لزيادة أهمية السياحة المعاصرة أنها تعتبر مرآة لأساليب الحياة المعاصرة والأذواق والتفضيلات، وأصبحت كما قلت تعد جزءا لا يتجزأ من حياة ما بعد الحداثة. إذن السبب الثاني أن السياحة أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة المعاصرة وحياة ما بعد الحداثة، وبالتالي زادت قيمتها وأهميتها. السبب الثالث هو ما يترتب على السياحة من أثار في مجالات اقتصادية واجتماعية كما ذكرت، وبيئية وثقافية. فعلى سبيل المثال نجد أن هناك ما يزيد على 200 مليون شخص بيحصلوا على عمل مباشر في السياحة، وهنا لابد أن نفرق بين السياحة أو نقول عليها العمالة المباشرة والعمالة الغير، وعندنا ثلاث أنواع من العمالة تعمل في مجال السياحة. النوع الأول هي العمالة المباشرة اللي احنا ذكرنا دلوقتي أن في أكثر من 200 مليون أو ما يقرب من 200 مليون شخص على مستوى العالم يعملون في وظائف مباشرة داخل القطاع السياحي، سواء داخل الفنادق أو القرى السياحية أو المؤسسات التي تدير النشاط السياحي، سواء كانت مؤسسات خاصة أو مؤسسات حكومية. أيضا هناك ما يعرف بالعمالة يعني الغير مباشرة، وهي كل القطاعات التي تغذي السياحة، سواء كانت زراعة أو في قطاع الإنشاء والتعمير، أو كانت في مجالات الخدمات الكهرباء إلى آخره، كل ما من كل الأنشطة الاقتصادية أو المجالات الاقتصادية التي تتعامل وتغذي النشاط السياحي نعتبرها عمالة غير مباشرة. أيضا هناك عمالة موسمية، ودي بتستقطبها السياحة أو يستقطبها النشاط السياحي في مواسم الذروة، عمالة تعمل في أوقات الذروة ثم يتم تسريحها بعد ذلك. كمان السياحة من أثرها أنها تقود عمليات العولمة، تساهم في الحفاظ على الثقافات المحلية. يمكن بعض الناس لما بتتوقف عند هذه الجملة، كيف للسياحة أن تساهم أو تسهم في الحفاظ على الثقافات المحلية وصيانة البيئات الخاصة؟ الحقيقة أنه إذا كانت السياحة لها تأثيرها البيئي السلبي على البيئة، فده بيجعل الدول المقصد أو دول الاستقبال تعمل على صيانة هذه الأماكن، وده يمكن اللي أدى إلى إعلان الكثير من المناطق على إنها محميات، وده حصل في مصر في كثير من المناطق، حفاظا عليها من التخريب والحفاظ على قيمتها البيئية بشكل أو بآخر. أيضا تعد السياحة مجال متميز جدا للتميز الاجتماعي، أيضا السياحة وسيلة بتمكن المجتمعات من تعزيز هويتها وموقعها في العالم المعاصر. ونقصد بهذه الفقرة أو العبارة مسألة تطوير وتعزيز الهوية، وهنا لا يقصد بها الجانب السلبي، يعني لا يؤثر على الهوية بمحوها أو بالتأثير عليها سلبا أو بفقدانها، ولكن يقصد بها تطويرها بمعنى الأخذ من السائحين الذين يأتون إلى المقصد السياحي ما يزيد من تطوير هذه الهوية ويعني وإثرائها، وليس
التأثير عليها سلبا أو محوها. كمان أيضا بتساعد السياحة على اقتناء ما يعرف برأس المال الثقافي من خلال الآثار ومن خلال الكثير من الأنشطة المرتبطة أو المتعلقة بالسياحة الثقافية. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن قراءة فرانكلين وكرانج، ودول من الباحثين المشهورين أو المعروفين في مجال الجغرافيا السياحية، عندما قرأوا النشاط السياحي أو جغرافية السياحة قراءة حديثة أو معاصرة، عندما كما هو واضح على الشاشة أن السياحة وأنماط الاستهلاك السياحي لا تمثل فقط الكثير من مظاهر الحياة العصرية مثل التنقل والقلق والهروب من الروتين اليومي والواقع الذي نعيشه والبحث عن الأصالة، لكنها أيضا تعد محورية لإعادة البناء الاقتصادي والعولمة واستغلال مقومات المكان والإدراك الجمالي للحياة اليومية. قراءة تخرج عن الروتين الخاص بتعريفات السياحة بشكل عام على أنها سياحة هي مسألة استقبال عدد من السائحين الاستفادة منهم اقتصاديا، مسألة الثنائية في تعريفات السياحة وتصنيف الناس إلى ضيف ومضيف، كل دي فترات تنقلت خلالها العمل الأكاديمي في مسألة التعريف لظاهرة السياحة. ولكن على الرغم من كل المميزات التي ذكرتها للنشاط السياحي وللسياحة بشكل عام، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي لا يمكن أن ننكرها تنتج عن ممارسة النشاط السياحي. ومن هذه الأنشطة السلبية نجد الآثار الضارة على البيئة الطبيعية، زي ما بنشوف في الصورة المرفقة، بنجد ازاي انه استخدام السائحين لبعض الاماكن يتخلف عنه بعض القمامة وتجريف واثار ضارة جدا على المكان السياحي. ايضا يحدث تغير ثقافي، وهذا التغير قد يحدث بشكل ايجابي، وانما في هذه النقطة نتحدث عن التغير الثقافي السلبي، بمعنى ان الاحتكاك بين السائحين والسكان المحليين في اي منطقة سياحية ينتج عنه تفاعل وتغير ثقافي، قد يكون في بعض الأحيان تغيرا إيجابيا، ولكن في أحيان أخرى قد يعدل العادات والتقاليد لمنطقة الاستقبال السياحي، ومن ثم قد يؤثر على الثقافات المحلية وعلى العادات والتقاليد وعلى الهوية أحيانا. أيضا من عيوب النشاط السياحي حساسيته، كما ذكرنا أن أي قلاقل تحدث في سواء في منطقة الاستقبال أو في بعض مناطق الإرسال المهمة في العالم قد يؤثر على اقتصاد هذه الدول المستقبلة، ويؤثر أيضا على اتجاهات النشاط السياحي التي تأخذ اتجاهات مغايرة واتجاهات مختلفة إلى مواقع أخرى من العالم. أيضا من حساسية النشاط السياحي أنه نشاط موسميا كما سنرى فيما بعد، وبالتالي هذه الموسمية من الأشياء السلبية في النشاط السياحي، بمعنى أن هناك مواسم فترات من السنة تزيد فيها حركة السياحة جدا في مقصد معين أو في مقصد سياحي معين، وأما بقية السنة تكاد تخلو هذه المناطق من السائحين، الأمر الذي يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا سواء على العاملين في النشاط السياحي أو على أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب القرى السياحية وأصحاب الشركات السياحية والفنادق إلى آخره. ومن ثم الموسمية تعد من الأشياء السلبية الكبيرة التي يعاني منها النشاط بشكل عام والعاملين به بشكل خاص. نعود مرة أخرى لنحدد بعض نقاط الالتقاء بين الجغرافيا والسياحة. لماذا تهتم الجغرافيا بدراسة النشاط السياحي؟ هناك أحد الباحثين المعروفين وهو روبنسون. روبنسون الحقيقة حدد لنا مجموعة من النقاط الالتقاء منذ فترة طويلة لنقاط الالتقاء والتماس بين الجغرافيا وبين السياحة. فنجد أن أول هذه النقاط أن الجغرافيا المعاصرة تهتم بطبيعتها بالبيئة وبالمواقع وبالظواهر أو الظاهرات وبالعلاقات المكانية، وترتبط ظاهرة السياحة ارتباطا وثيقا بالبيئة الطبيعية. فإذا كانت البيئة الطبيعية هي من أهم رؤوس الأموال أو رأس المال الغير منظور للسياحة، فإن هذه البيئة السياحية هي الإطار أو المجال الرئيسي للدراسات الجغرافية، وبالتالي كان لابد للجغرافيا وللجغرافي أن يلقي بدلوه في هذا النشاط، هو النشاط السياحي. وينقسم تأثير السياحة
على البيئة الطبيعية إلى قسمين. أولا التغيرات التي تحدثها السياحة على شكل سطح الأرض، أي تغير بيحدث على سطح الأرض أكثر التخصصات المنوطة بدراسته هي الجغرافيا. أيضا من أمثلة هذه التغيرات التي تحدث أنك عندما تبدأ التنمية السياحية في منطقة ما وليكن على ساحل البحر الأحمر على سبيل المثال في مصر، ستجد أن هناك تغير يحدث بالنسبة للبنية الأساسية، بالنسبة لمد الطرق، بالنسبة لإقامة منشآت، كل ده تغير. الجغرافيا تعتبر من التخصصات المنوطة بدراسته. كمان أيضا مسألة الضيافة وإنشاء الفنادق والقرى السياحية تعتبر من الأشياء التي نعتبرها تغيرا يحدث على سطح الأرض، لابد للجغرافيا أن تكون لها دورا في دراسته ورصده وتحليله. أيضا من الأشياء التي تنتج عن السياحة وتؤثر بها في الجغرافيا أو بتستدعي الجغرافيا لدراستها المحميات الطبيعية، وهي في حد ذاتها محاولة لحماية البيئة الطبيعية من التخريب والحفاظ على المناطق البكر التي بتهتم بعض الدول أو كثير من الدول بصيانتها وحمايتها، لأنها تمثل تراث طبيعي مهم للدولة وللإنسانية بشكل عام. أيضا إذا كانت السياحة لها تأثيرها على الجانب الطبيعي كما ذكرت، أيضا السياحة لها تأثيرها على الديموغرافيا أو السكان. فعندما تبدأ التنمية السياحية في منطقة جبلية مثلا غير مأهولة بالسكان أو فيها عدد قليل جدا من السكان، عادة ما تجذب إليها عمالة مدربة وعمالة حتى متوسطة التدريب أو غير مدربة إلى هذه المناطق الجديدة التي أصبحت مناطق سياحية تحتاج إلى عمالة، ومن ثم تأتي العمالة إلى هذه المناطق ويحدث تغير ديموغرافي في تركيبة السكانية للسكان المحليين أو الأصليين لهذه المناطق، ومن ثم لابد للجغرافيا من رصد ودراسة هذه التغيرات. السياحة تعد نشاط تجاري، ومن ثم تدخل بشكل أو بآخر في اهتمامات الجغرافيا الاقتصادية كما نرى. أيضا السياحة تظهر في الميزان التجاري لكل الدول، في مثلا على سبيل المثال في مصر يعني في معظم السنوات التي سبقت عام 2011 كانت تظهر السياحة كأهم أو ثاني أهم مصدر للدخل القومي في مصر على سبيل المثال بعد قناة السويس. وفي كثير من الدول نجد هذه أو هذا الشكل أو هذه الظاهرة. أيضا إذا كان من نقط الالتقاء بين السياحة والجغرافيا نجد أن للسياحة أثارا اجتماعية وحضارية هامة، مما يدخل أيضا في اهتمامات الجغرافيا والجغرافيين. إذا وبشكل مختصر، إذا كانت السياحة تأتي كنشاطا أو كتنمية لمنطقة لم تكن بها تنمية سياحية من قبل، فهي تؤثر على البيئة الطبيعية وعلى اللاندسكيب الطبيعي أو هيئة الأرض الطبيعية، تؤثر على التركيبة السكانية، تؤثر على القيمة الاقتصادية للمكان داخل الدولة، أو تؤثر على القيمة الاقتصادية أو تؤثر على الدخل القومي لهذه الدولة. من هنا نكون شفنا كيف للجغرافيا تماس والتقاء كبير مع السياحة كنشاط، ومن ثم تهتم الجغرافيا والجغرافيون بدراسة النشاط السياحي لما له من أهمية اقتصادية من ناحية، ولما له من قدرة على تغيير سطح الأرض طبيعيا وبشريا. ننتقل بعد ذلك لدراسة بعض المشكلات التي تواجه الدارس للسياحة بشكل عام ولجغرافية السياحة بشكل خاص. ما هي أهم المشكلات التي تواجه دراسة السياحة؟ أول هذه المشكلات هو عدم تسجيل السائحين عند الحدود، وده بينتج لسببين. السبب الأول إما لعدم وجود الخبرة الكافية لدى بعض الدول التي دخلت حديثا في إطار أو في مضمار السياحة على المستوى العالمي، أو لوجود حرية الانتقال بين الدول، عبور الحدود بحرية كما هو في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. هذه أول مشكلة، هي مشكلة التسجيل، تسجيل العابرين للحدود والداخلين لمنافس الدول كسائحين من عدمه، هذه من أهم المشكلات. المشكلة الثانية أو الثانية التي تواجه دراسة السياحة
هي عدم وجود إطار موحد للتسجيل. يعني حتى الدول التي تسجل وتهتم بالتسجيل العابرين لحدودها والداخلين من منافذها تختلف الطرق التي يسجل بها الأشخاص. فمثلا هناك اختلاف بين بعض الدول في مسألة تسجيل رجال الأعمال الذين يسافرون إلى بعض الدول. البعض يعتبرهم سائحين ضمن سياحة الأعمال، ما يعرف بسياحة الأعمال، والآخرين يعتبروهم غير سائحين، يعني لأنهم يأتون للعمل أو لحضور معارض أو لإجراء صفقات، وبيعتبروهم غير سائحين. طبعا هناك رؤية يمكن احنا بنؤمن احنا بيها أو بنأخذ بها، وهي أن زي ما نشوف كمان في التعريفات أنه أي غرض الشخص الذي يسافر لأي دولة لأي غرض عدا حاجتين: العمل الدائم والإقامة الدائمة. الحاجتين دول مدام مش من أغراض المسافر لا بنعتبره يدخل ضمن السائحين. أيضا من المشكلات التي تواجه دراسة السياحة أنه لا يوجد أساس نظري موحد لدراسة السياحة. لا يوجد أساس نظري موحد لدراسة السياحة. ونقصد بيه إيه؟ ذكرت منذ قليل بأنه هناك العديد من التخصصات التي تدخل في دراسة ظاهرة السياحة، ومن ثم ميثان أحد الباحثين بينظر أو بيصف دراسة السياحة باعتبارها متباينة. أولا متباينة في عناصرها، ورغم هذا التباين هي مختلطة ولا زالت تحت التنظير. هناك العديد من الظاهرات التي تتضمنها السياحة كنشاط لا زالت تحت التنظير، بمعنى أنه ليس هناك اتفاقا بين الباحثين على مستوى العالم في توصيف وتعريف بعض المفاهيم وبعض العناصر الخاصة بظاهرة السياحة. دي يمكن من أهم الأشياء التي تقابل دارس السياحة عامة وجغرافية السياحة خاصة. ثالثا مشكلة تعريف السياحة كصناعة. بعض الباحثين في العالم يجدوا أن طبيعي ومهم، يعني ليس هناك مانع من تعريف السياحة على أنها صناعة، لأنها كأي صناعة لها مدخلات وتجرى على هذه المدخلات عمليات ولها مخرجات. وبيعتبر مدينة مثلا زي الغردقة بنعتبرها منتج سياحي، مدينة مثل شرم الشيخ بنعتبرها منتج سياحي. منتج، وهنشوف كمان شوية هنتحدث عن مميزات هذا المنتج السياحي. طب نرجع تاني لحديثنا عن مشكلة التعريف. فيقول لي العديد من الشركات التي توفر خدمة للسائحين توفر أيضا الخدمة للسكان المحليين، ومن ثم فالسياحة ليست صناعة بأي من المفاهيم التقليدية، إنما هي حقا مجموعة من الصناعات التي تعتمد بمستويات متفاوتة على الزوار، الاعتماد الذي يتغير عبر الزمان والمكان. يعني باختصار عندي الفنادق بتوجه خدماتها للسياح، سواء كانوا هؤلاء السائحين سائحين دوليين قادمين من دول أخرى أو سائحين محليين، كويس، بس ولكنها في النهاية تقدم خدماتها للسائحين. لكن هناك مثلا بعض الكافيتريات والمطاعم وحتى السوبر ماركت ومحلات الخاصة بالتنظيف والكي، سواء كل دي حاجات بتقدم خدمات سواء للسائحين أو للسكان المحليين. ومن هنا هناك تداخل، وهذا التداخل يعيق الدول في معرفة الأثر الاقتصادي للدخل السياحي بشكل محدد. ومن هنا أحب أن ألفت النظر أن مصر كان لها تجربة في من بداية التسعينات وحتى مثلا نقدر نقول بداية الألفية الجديدة، كانت كل سنتين بتعمل مسح للإنفاق السياحي في مصر عشان تقدر تحدد القيمة المضافة للسياحة في الاقتصاد القومي. وده كان سببه انه التسجيل على الحدود، لا التسجيل على الحدود ولا التسجيل اللي بيتم في الفنادق يقدر يحدد بالضبط ما هو قيمة الاسهام او اسهام النشاط السياحي في الدخل القومي لأي دولة من الدول. فكان بيتعمل مسوح واستبيانات مع السائحين في المطارات عشان يقدروا يحددوا بشكل او بآخر ما هو الانفاق الواقعي والمردود الاقتصادي الحقيقي الذي يعود على دولة من الدول أو على مصر في المثال الذي ذكرته. أيضا النقطة التالية
بتتناول الحديث أن الحديث أيضا عن السياحة الصناعية يؤكد على وجود ثلاثة عناصر كما ذكرت أساسية، وهي المدخلات والعمليات والمخرجات، ومن ثم نحصل كما ذكرت على المنتج السياحي. وهنا يمكن بنحاول كنوع من التدريب للدارسين ان احنا نذكر هذا التكليف. اكتب مقالا جغرافيا توضح فيه خصائص المنتج السياحي او خصائص ومميزات المنتج السياحي. هنحاول نعمل مقارنة بين المنتج الصناعي العادي الذي يباع ويشترى وتنتقل ملكيته، وبين المنتج السياحي الذي يتميز بالثبات وليس الحركة زي ما هنشوف دلوقتي، ويباع اكثر من مرة. وده مجال للقراءة وزيادة الاطلاع للدارسين. ننتقل لنقطة مميزات المنتج السياحي وهي المترتبة على السلايد أو الشريحة السابقة. بنسأل نفسنا بنقول ما الذي يميز المنتج السياحي عن غيره من المنتجات الصناعية الأخرى؟ كما ذكرت وأزيد أن هناك الكثير من المميزات للمنتج السياحي. الحقيقة أنه نقول هنا ما الذي يميز المنتج السياحي عن غيره من منتجات صناعية أخرى، كذلك يتميز بأنه يباع العديد. أول حاجة نقطة الثبات. المنتج السياحي زي ما قلت الغردقة، نعتبر الغردقة كمدينة سياحية في دراستنا أنها منتج سياحي. هذه المدينة كمنتج لا تنتقل، يعني لا تباع وتشحن وتنقل لدول أخرى، لكنها منتج سياحي ثابت يأتي إليه المشتري أو يأتي إليه السائح ليشتري. تاني حاجة هذا المنتج يباع الكثير والكثير من المرات ولكن لا تنتقل ملكياته. دي ميزة تانية من مميزات المنتج السياحي. دول أهم ميزتين الحقيقة، ونترك المجال لك عزيزي الدارس وعزيزاتي الدارسة في أنك تحاول توسع قراءتك واطلاعك في هذا المجال. بعد ذلك بنلقي النظر تاني مرة تانية أن رغم مميزات هذا المنتج السياحي، وهذا ما ذكرته في مقدمة الحلقة اليوم، أن هناك نوعين من الحساسية، حساسية يصيبان النشاط السياحي. الأولى هي حساسيته للظروف الاستثنائية، والدليل على كده أن احنا بعض الظروف الاستثنائية اللي حصلت في مصر، وإن كان الحمد لله الأمر كثيرا استقر حاليا، لم يعد يعني إلا هناك بعض الأشياء البسيطة في شمال سيناء، وما عدا ذلك مصر كلها قابلة وصالحة للنشاط السياحي والاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم. ده مصر كمثال عن حساسية النشاط السياحي للظروف الاستثنائية. أيضا كما ذكرت أنه حساس من حيث أنه نشاطا موسميا، بمعنى أنه يوجد موسم واحد نسميه موسم الذروة، أو يسموه باللغة الإنجليزية on season، الموسم الذي يستقبل أعداد كبيرة جدا من السائحين وترتفع به جدا نسب الإشغال في الفنادق وجميع أنواع الإقامة أو الأكوموديشن اللي هي التسهيلات الفندقية، يعني تسهيلات الإقامة. وهناك موسم آخر يقولوا عليه يسموه الأوف سيزون، اللي هو موسم تقل فيه جدا حركة السياحة أو قد تنعدم في بعض الدول. ده طبعا بيمثل عبء على أصحاب الأعمال المرتبطة بالسياحة، ويمثل أيضا خسارة كبيرة على الدولة التي ترتفع فيها ظاهرة الموسمية. عندنا في مصر لو خدناها كمثال بنجد ان احنا مثلا عندنا السياحة الأوروبية، مصر كدولة تقل بيها جدا حساسية، يعني حساسية النشاط السياحي فيها للموسمية قليلة جدا. السبب لانها عندها تنوع، يعني عندنا اقليم البحر الاحمر بيجذب السائح، يعني يصلح للسياحة 9 أشهر خلال العام. عندنا الساحل الشمالي وسيوة بيصلح للسياحة خلال فترة الصيف، بتنشط قوي وان كان يصلح في بعض الفصول الاخرى عدا فصل الشتاء الى حد ما، الا انه الدولة حاليا بتحاول منذ فترة الحقيقة منذ 5 أو 7 سنوات، وان كان بدأ الاهتمام الاكبر يزيد دلوقتي في ان احنا نحاول نزيد ونطيل الموسم السياحي الخاص بالساحل الشمالي ومنطقة مرسى مطروح الى حتى الحدود الغربية لمصر.
بإنشاء فنادق ومخاطبة أسواق جديدة ومخاطبة مصادر وأنواع جديدة من السائحين لجذبهم إلى الساحل الشمالي في أوقات غير الصيف. تمام، بنذكر بعض التعريفات الخاصة بالنشاط السياحي أو بالسياحة بمعنى بشكل عام. مفهوم السياحة إيه هو؟ هنذكر بعض هذه التعريفات وهي موجودة أيضا في التكست بوك أو في الكتاب وموجودة في كثير من الكتب للاطلاع أيضا. بنقول أنها وسيلة لتعزيز التكامل الدولي الأوسع نطاقا في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي، وأنها حافز للتحديث والتنمية. وهنا بنذكر الاتحاد الأوروبي لأنه كما تعلمون دول الاتحاد الأوروبي العبور مواطنيها عبر الحدود لا يوجد فيه أي تعقيد. أيضا هي حافز للتحديث والتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء في الدول الناشئة بالعالم الثالث. يبقى إذن هذا التعريف ركز على حاجتين، ركز على تكامل، إنها تساعد على التكامل بين الدول، ونأمل طبعا أن ينتقل فكرة التكامل وتأخذ شكلها المرغوب أو المرجو في وطننا العربي. إنما دول زي دول الاتحاد الأوروبي بالسياحة تزيد من فرص التكامل بين دوله. أيضا من التعريف ألقى الضوء على أهميته بالنسبة للدول الناشئة والدول النامية فيما يخص الاقتصاد. أيضا تعددت التعريفات الخاصة بالسياحة، فمنها من يولي اهتماما بالعائد الاقتصادي، وأيضا هناك من يولي اهتماما بالجوانب الاجتماعية، وهناك تعريفات تولي اهتماما أكبر بالجوانب المالية والمعاملات التي أو الظواهر الاقتصادية التي تنتج عن انتقال الأفراد من مكان إقامتهم الدائم إلى منطقة الاستقبال. فبعض الناس تهتم بدوافع والعوامل التي تؤثر على السائح نفسه وعلى اتخاذه لقرار السياحة أو القيام برحلة سياحية، وعلى اختياره للمكان أو المقصد السياحي الذي سيقوم بالاتجاه إليه. ايضا من تلك التعريفات الكثيره يمكن القول بان السياحه، لو حبينا نجمع بعد يعني مطالعه الكثير من التعريفات، بنجد ان هناك تعريفا يمكن ان نسميه تعريف جامع. فنقول يمكن القول بان السياحه هي مجموعه الظواهر والانشطه الناجمه عن والمصاحبه لانتقال فرد او مجموعه من مكان اقامتهم المعتاد الى مكان اخر. هي ظواهر، مجموعة من الظواهر تنتج عن انتقال الشخص من مكان إقامته المعتاد إلى فرد طبعا أو مجموعة إلى مكان آخر. وإقامتهم في هذا المكان إقامة، ونحط 100 سطر 100 خط تحت كلمة مؤقتة أو غير دائمة، لأنها لو تحولت إلى إقامة دائمة يبقى انتقلنا لحاجة تانية خالص اسمها الهجرة، ليس لها علاقة بالنشاط السياحي. لأي هدف؟ فيقول من أجل الترفيه والاستجمام، وبين شرطتين، يعني هنا عندنا جملة اعتراضية، يقول لي أو لأي غرض آخر غير العمل والكسب. غير العمل والكسب، إذا كانت رحلة أي شخص لأي مقصد أو لأي دولة رحلة لأي سبب ولأي غرض إلا العمل والإقامة الدائمة، هذا الشخص يصنف من وجهة نظرنا العلمية أنه سائح. و بيشترط ايضا ان مده اقامه السائح لا تقل عن 24 ساعه، لان تقل عن يوم لابد ان يبيت ولو على الاقل ليله واحده في مكان اللي راح يزوره. لانه لو راح زار مكان ورجع في نفس اليوم ده هنسميه زي دلوقتي لما هنتعرف على بعض التعريفات الاخرى يعرف باسم المتنزه، لا يدخل في او يسموها رحلات اليوم الواحد او زوار اليوم الواحد زي ما هنشوف فيما بعد في التعريفات التاليه. يبقى إذن السياحة لها العديد والكثير من التعريفات، نتجت زي ما ذكرنا من أن هناك الكثير من التخصصات تأخذ من السياحة مجالا لدراستها. كما ذكرنا الاقتصاديون، الاجتماعيون، المتخصصون في مسائل الترفيه يعني الانترتينمنت بشكل عام إلى آخره. هذه التعريفات كثيرة، بعضها يلقي الضوء على الجوانب الاقتصادية، البعض الآخر يلقي الضوء على الجوانب الاجتماعية، البعض الآخر يلقي الضوء على الأثر والتأثر والتفاعل إلى آخره. وإحنا وصلنا في النهاية لتعريف قد يجمع إلى حد ما كثير من هذه التعريفات، وقلنا أنه حركة تنتقل فيها شخص من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر. نقول عليها أحيانا أنها حركة دائرية تبدأ من نقطة لتنتهي إليها، ثم هذه الحركة
قد تكون لفرد أو لمجموعة، ينتقل من مكان إقامة المعتاد لمكان آخر، يقيم إقامة مؤقتة غير دائمة، يكون هدفه من الرحلة أي هدف إلا العمل والكسب والاستقرار الدائم في هذا المكان. إذن كنتيجة فالسياحة تنطوي على سفر وإقامة مؤقتة، سفر لأي غرض إلا الإقامة الدائمة والعمل. إذن فالسياحة أيضا تنطوي على بنية أساسية وتسهيلات سياحية في مناطق الاستقبال. وهنا نقف عند النقطة دي ونوضح أنه لا يمكن للسياحة أن تقوم بدون ما يكون هناك مقومات بشرية أو تسهيلات بشرية. يعني لو تصورنا أنه منطقة كالغردقة أو ساحل البحر الأحمر، هذا الساحل الذي قد يصل طوله إلى 1000 كيلومتر مربع، 1000 كيلومتر، بنجد كيف أن هناك مناطق زي بعض المدن أو المناطق تم فعلا عمل بنية أساسية سياحية قوية فيها، زي الغردقة وزي يمكن سفاجة إلى حد ما، مرسى علم، هذه كلها مدن ساحلية تقع على البحر الأحمر. لكن هناك كثير أيضا من المناطق الساحلية في البحر الأحمر لم تنمى بعد، وده مش يعني دي مناطق لازالت بكر قابلة للتنمية. إذا زادت الحركة السياحية بشكل تلقائي هتبتدي يبدأ المستثمرون والدولة في نفس الوقت استثمار هذه المناطق وتنميتها. وبالتالي لا يمكن للسياحة أن تقوم بدون تسهيلات، تسهيلات إقامة، بدون تسهيلات بنية أساسية، مياه، كهرباء، صرف. لا يمكن للسياحة أن تقوم بدون طرق، بدون كل بيسموها تسهيلات الإمداد، كل ما يخص إمداد السائح بمتطلباته اليومية. إذن السياحة تنطوي على عناصر مهمة جدا كما ذكرت: سفر، إقامة، أي غرض من الأغراض إلا العمل الدائم والإقامة المستمرة. لابد من وجود تسهيلات تساعد السائح على الإقامة في هذه المنطقة السياحية. ورغم كل هذه التعريفات التقليدية للسياحة، إلا أن هناك، وإحنا بنحاول نلقي الضوء دايما على ما هو حديث وجديد ومعاصر من بعض العلماء والباحثين الذين يعملون في حقل الجغرافيا السياحية، فنجد ظهرت بعض الأفكار الحديثة التي تذيل، عايزين شايفين إحنا حاطين خط تحت هذه الجملة، تزيل كثير من الحواجز والفصل الذي يحدث في عملية التعريف. ومنها على سبيل المثال أن ظروف العولمة قد أدت إلى تآكل كثير من العزلة والاختلاف. يعني مسألة السفر من أجل رؤية الاختلاف، يعني أنا في دولة حديثة عمرها 200 سنة مثلا، أحب أروح مصر أشوف الأهرامات والأيدنتيتي والأصالة بتاعت أثرها، هذه الحضارة التي تمتلك يعني عمر يعني يقترب من 7000 سنة، في دول وفي سائحين يسافروا لهذه المناطق التي لها عمق تاريخي وجذور تاريخية لمجرد الإحساس بأصالة الإنسان نفسه وقدم وجوده على الأرض، لأنه يحيا في دولة ذات تاريخ حديث. أيضا ده كان موجود الحقيقة، لكن الفكرة اللي احنا عايزين نطرحها في هذه الفقرة أن مسألة العزلة وعدم إحساس الدول أو البشر ببعض ومعرفتهم عن بعض قلت. حضراتكم النهاردة من خلال الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت بنجد ببساطة وفي ثواني معدودة تستطيع أن تحصل على أي معلومة من أي دولة، تقدر تقرأ عنها، تشوف عنها. كثرت أيضا البرامج، أسف، القنوات التي تعمل على مسألة الثقافة والمعلومات عن الدول الأخرى، ويعني كثير منها دون ذكر أسماء، كثير من القنوات دلوقتي تعمل على التثقيف، بل أن هناك قنوات تعرف باسم قناة كذا الثقافية. فأصبحت مسألة عدم معرفة الأشخاص في الدول بالمحيط العالمي الذي يحيون فيه ما بقتش موجودة زي زمان، لم تعد موجودة. وهو ده ما نسميه بالعولمة، عولمة نشأت بسبب أو ما زي ما بنسميها كده القرية الصغيرة، العالم كله أصبح قرية صغيرة، تقدر تعرف أي معلومات عن أي دولة في العالم ببساطة ويمكن في وقت حدوثها. التطور التكنولوجي الكبير اللي أصاب ثورة المعلومات، يعني ما نتج عنه ثورة المعلومات،
الميديا، الانترنت، الحواسب بأنواعها، أجهزة المحمول الذكية، كل ده أزال الحواجز وأزال كثير من العزلة لكثير من الدول التي يعني ما كانتش تقدر تحصل على معلومة أو عن خبر أو عن معلومات عن مكان ببساطة. أصبح هذا الشيء سهل. بعض الكتاب بيروا أن فترة ما بعد الصناعة بالذات ارتبطت فيها عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع والثقافة تدريجيا بالعملية التي سميت بالتكيف أو الاختلاف، حيث أن الفروق السابقة التي تحدثت عنها والواضحة بين وقت الفراغ والعمل، يعني مسألة أنا دلوقتي في شغل أو في وقت فراغ، مسألة الحدود بين مسألة وقت الفراغ والعمل لم تعد واضحة كما كان في السابق. أيضا مسألة الذهاب والإياب لمنطقة سياحية بين ما هو عام وما هو خاص، كل هذه كثير من الأشياء الآن أزيلت فيها الحواجز وأصبحت ترى وينظر إليها بمنظور جديد في ظل عالم يعني يمتلك الآن وسائل تكنولوجية، وسائل نقل معلومات، ووسائل حديثة للانتقال، ليس انتقال الأفكار ولا الأفراد، ولكن انتقال البضائع وانتقال الأفكار. كل هذه الأشياء أزالت كثير من الحدود. وكان للعولمة كما ذكرت تأثيرها على التعريف. في ظل العولمة فإن المجتمعات التي كانت، أنا هنقرأ بقى اللي احنا يعني شرحناه، في ظل العولمة فإن المجتمعات التي كانت سابقا مختلفة عن بعضها البعض أصبحت الآن متشابهة إلى حد كبير. نقل الأفكار ونقل الوسائل الحديثة بين الدول واحتكاكها قلل هذه الفروق. ومن ثم فإن ضرورة السفر من أجل اكتشاف الاختلاف، يعني عشان أشوف المختلف عني، أنا ممكن أكون في دولة متقدمة جدا فأروح لدولة نامية أشوف الناس بتعيش إزاي، أروح لدولة حضارة ليها حضارة يعني ليها جذور زي مصر، وأنا زي ما ذكرت المثال حد بيجي من دولة تاريخها ليس عميق ليروح لدولة ليها عمق تاريخي إلى آخره. لا، هذه الحواجز لم تعد موجودة بالشكل اللي كان موجود سابقا، وده بسبب أثر العولمة على التعريف. ففي ظل العولمة فإن المجتمعات التي كانت سابقا مختلفة عن بعضها أصبحت الآن متشابهة، صحيح مش تشابه تطابق كامل، متشابهة لحد كبير. ومن ثم فإن ضرورة السفر من أجل اكتشاف الاختلاف قد تقلصت إلى حد بعيد. وفرانكل قال إنه من غير المجد الآن تعريف السياحة في سياق مصطلحات مكانية، فلم تعد السلوك الذي يتمثل في الانتقال إلى مكان بعيد عن المنزل فحسب. لا، يعني أصبحت السياحة غير مرتبطة باكتشاف الاختلاف نظرا لوجود العولمة. لحد كده بنكتفي بهذا الجزء اللي شرحناه من الفصل الأول في محاضرتنا الأولى، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هنتناول تعريفات أيضا مهمة جدا ونتحدث عن الدوافع السياحية إلى آخره. أراكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.